احنا عندنا مشكلة الحين في تفاوت ايضا الاسعار، والجيل الخامس او تقنية الفايف جي الاسعار مبالغ فيها جدا. فهل مثلا راح يكون في يقول لي بعد استاذ سعود انه متفقين على توحيد الاسعار بارتفاعها؟ لا يعني فانتوا لكم يعني تكييفه معينه نعم. معاهم؟ احنا بس انا احب ان احنا كمستخدمين قاعد نشتكي لك. لا بالعكس، انا سعيد اني سمعت هذا السؤال عشان نوضح للمشاهدين. احنا حسب قانون هيئه الاتصالات 37/2014 الاحتكار والاتفاق في تحديد اسعار المنتج الاتصالات خدمات الاتصالات مجرم بالقانون، واحنا دورنا ان نفعل القانون متى ما شفنا في اتفاق على اسعار معينه ويكون الضحيه اللي هو العميل او المشترك او الـ او الـ او المواطن. هذا احنا ما يعني ما نتهاون فيه. اللي صار للامانه اللي صار ان شركات الاتصالات الثلاث تقدمت لنا احنا الهيئه بعروض، لان حسب القانون يجب ان نوافق على جميع العروض اللي تقدم الهيئه، مو بس الفايف جي، اي عروض حتى الفور جي والثري جي، اي عروض الهيئه الشركات عندها لازم تاخذ موافقه الهيئه. تقدمت ثلاث شركات بعروض تبتدي من 25 تنتهي الى 85، وعروض متفاوته يعني 25 35 45 85، يعتمد على الباكج يعني كم جيجا بايت يعطون بالشهر حق المشترك، واحنا وافقنا عليها. بس مع الاسف اللي صار شفنا لاحظنا مثل ما انتم لاحظتوا والناس لاحظوا لما بدات الخدمه، طبعا وعطيناهم ابتداء الخدمه من 15/6 واشترطنا عليهم ان يوفرون عدد راوترات كافيه على اساس لما يصير في اشتراك ما يكون والله الراوترات تخلص. اللي صار ان الشركات التزمت بالمهله الزمنيه والتزمت في عدد الراوترات، ولكن مع الاسف العروض ما التزمت بالعروض اللي اخذتها من الهيئه. اخذت عرض واحد، وكل شركه عرض واحد وقدمته للسوق، وهذا اعطى نوع من الايحاء للناس ولنا احنا كذلك ان كنا في اتفاق. طبعا يوم صار هذا الشيء طبعا الشركات الثلاث متفقين بينهم، انا ما اقدر اقول متفقين، اقول يعطي ايحاء نعم ان كان في اتفاق. احنا استدعيناهم ثاني يوم وكان على مستوى معالي رئيس الهيئه، يعني اجتماع مع قيادات هالشركات مع معالي رئيس الهيئه، وكان يعني على مستوى عالي، وتم الاتفاق ان يرجعون الخدمات او العروض اللي احنا وافقنا عليها، اللي يمكن وراها بيوم يومين شفتوا نزل عروض ب 25 26 24، هذه من الاساس اللي احنا كنا موافقين عليها.